طبعا بلدنا في الأوروبا. وفعلا حقيقي بتقف، انا عن تجربه شخصيه انا بتكلم، انا ما كنتش اتخيل اللي حصل معايا وانا بتكلم بالامانه، انا فوق ما كنت اتخيل واتصور. انا يعني ان كنت مصر ماشيه في عروقي، فانا دلوقتي حاسه ان انا يعني الدم اللي بيجري جوايا ده قليل جدا على مصر. يعني كان نفسي يبقى عندي اكتر عشان احب مصر بيه. يعني فخوره ان بنتي مصريه، فخوره ان مريم مصطفى شهيده مصريه. بنتي امبارح اللي حصل لها زفه، الزفه اللي حصلت لها في مصر انا لا يمكن كنت اتخيل. انا لا يمكن كنت اتخيل. انا جات لي ناس انا ما اعرفش، انا بقيت حقيقي ام كل الشباب في مصر. ببقى سعيده وانا كل الشباب بيقولوا لي يا ماما دلوقتي. فبحس ان ربنا الحمد لله، ان ربنا الحمد لله اعطاني حاجه الحمد لله عمري ما كنت احلم بيها. فالحمد لله انا بسموها ايقونه يعني حقيقي الحمد لله، يعني وضع كده مختلف. انا حزني اختلط بالفرحه لما شفت بنتي. حقيقي انا كنت امبارح في موقف صعب جدا، بس حقيقي لما كنت ام العروسه يعني الحمد لله لما وصلتها لمثواها الاخير، وان هي كانت بتتمنى، وحسيت ان انا مش انا اللي بطير. حقيقي انا حسيت ان ربنا بيطيرني ليها، بيوصلني ليها. فانا الحمد لله مرتاحه. انا قعدنا 3 شهور تقريبا ما بننامش. الحمد لله انا راضيه. الحمد لله واحتسب بنتي شهيده عند ربنا الحمد لله وراضيه. طيب انا كنت هسألك سؤال بس كده انا طب في الحاله دي ممكن برضه انا استغل الظرف ده واسال حضرتك سؤال لو ممكن. طيب ناخد فاصلة شوية.